والتحكيم لحد دلوقتي فيه أسماء، لكن برضو ما فيش قرار رسمي باسم الحكم حكم المباراة هم دي. هم يمكن بيعتبروا أن هذه المباراة عشان يعني من المباراة الكبيرة قوي أو كده هيعلنوها قبل 48 ساعة، ما يقدرش يعلنها بدر عن كده، لأن احتمال في الفترة اللي احنا فيها دي الكورونا اللي احنا شايفينها دي في ثانية بتخلي لعيب، فمش عايزين يعلنوا حكم. وحصلت قبل كده لما كانت في ماتش في المغرب قبل النهائي وأبنائي، وحصل ان واحد عنده كورونا فغيروا الطقم، فهم مش عايزين يستعجلوا. دي عندهم حق يعني، مش هتفرق معانا، هو الحكم حكم ومعاه اتنين مساعدين وحكم رابع وبعدين حكام الفار، لان هيبقى في فار في أكيد. في المباراه دي لازم. اذا في الحاله دي حته الحكام نخليها، لكن هي حته الجمهور، لان الجمهور مرتبطه بمتغيرات، متغيرات الجمهور نفسه، مين اللي هتختاره وازاي يخش، وبعدين ازاي هياخدوا مثل ال 5000 التباعد الاجتماعي، لان في جانب تاني جانب الصحه طبعا. الصحه دي برضو لابد نشوف طبعًا. ايه الحاجات او المواقف الاحترازيه اللي هتتم عشان نضمن انه انت شفت اللعيبه في ثانيه بيبقى عنده كورونا طبعا. دي واحنا في الموجه دلوقتي، فما نقدرش ان احنا نقدر نتكلم في قرار انا بعتبره هو صدر القرار، لكن القرار متاخر قوي قوي قوي، وهيحط الاتحاد المصري او هيحط المنظومه اهلي وزمالك في مشكله مع الجماهير.